أهلا بكم من جديد. في شأن مصري آخر، عقد بمقر صحيفة الإهرام اجتماع لجبهة تطلق على نفسها جبهة تصحيح المسار، استعرضت خلاله موقفها من أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وذلك بمشاركة نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية وخمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين. وقد أعلن المشاركون رغبتهم في عقد جمعية عمومية طارئة، وذلك لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي. وعلى جانب آخر، تظاهر عدد من الصحفيين على سلالم النقابة تنديدا بممارسات الداخلية ضد النقابة وتأجيل الجمعية العمومية التي كانت مقررة بعد غد الثلاثاء. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي بالاستوديو الكاتب الصحفي سامي كمال الدين. أهلا بك معنا أستاذ سامي. أهلا بك أستاذ أحمد. إذن انقسم الصحفيون إلى قسمين، قسم مع نقابة الصحفيين ومع المجلس ويؤيد القرارات التي اتخذت 18 قرارا، وقسم آخر يرى أن النقابة قد اختطفت ويجب أن يصحح مسارها بشكل أو بآخر. من وراء ذلك؟ طبعا هي التقسيمة الصحفية في مصر معروفة. الجمعية العمومية الطارئة اللي دعا إليها محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام في قاعة الأستاذ هيكل في الأهرام، دي كانت جماعة مجموعة من الصحفيين يطلق عليهم في الوسط الصحفي أو في مصر صحفيين العسكر أو صحفيين عباس كامل. لما يكون في جمعية عمومية فيها خالد صلاح وعادل حمودة وأحمد موسى، وعلى الجانب الآخر مجلس نقابة منتخب محترم موجود له نقيب اسمه يحيى قلاش بيقوم في دور حقيقي وصريح للنقابة ضد ما تتعرض له. الهدف يعني عفوا المقاطعة، لكن في خمسة من أعضاء نقابة الصحفيين الحالين مجلس نقابة الصحفيين: خالد ميري، محمد شبان، علاء ثابت، إبراهيم أبو كيلة، والصحفي الذي استقال اليوم رسميا حاتم زكريا وقال ان هناك ديكتاتورية ومجموعة سيطرت على المجلس الحالي. نعم هذا موجود وهذا وضع طبيعي، يبقى خمسة او غيرهم، لكن كل مجلس النقابة هو مجلس منتخب من الصحفيين المصريين، من اعضاء نقابة الصحفيين المصرية. يعني احنا هنعمل دلوقتي زي ما عمل عبد الفتاح السيسي بالضبط، زي ما عمل انقلاب في الحكم على الرئيس محمد مرسي، بيتم في النقابة الآن انقلاب على الديمقراطية او الاختيار اللي موجود في النقابة، لان ده مجلس منتخب بكل اعضاء الصحفيين اللي في مصر. اجي دلوقتي نعمل جمعية عمومية علشان اخطف المجلس منهم واعمل انتخابات تانية واعمل مجلس جديد من تاني؟ من وراء هذا؟ وراء هذا طبعا دولة العسكر عبد الفتاح السيسي وعباس كامل. طيب، بشكل واضح. جميل. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي محمد يوسف المصري. أرحب بك معنا أستاذ محمد. كما ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي محمد منير. أرحب بك معنا سيد منير، وأبدأ مع السيد يوسف المصري. كما استمعت لي حديث الأستاذ سامي كمال الدين يقول أن من يقف وراء اجتماع الأهرام اليوم أو ما يعرف بجبهة تصحيح المسار هو الأمن، هي الجهات المخابراتية التي تريد أن تعمل على تقسيم الصحفيين وبالتالي إبطال القرارات التي خرجت بها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. ما رأيك في ذلك؟ هو طال مساءك صديقي، أفتقدكم وتحياتي لجميع الزملاء. نعم شكرا. ويعني أبدو متفقا مع أخي الصغير الأستاذ سامي كمال الدين هذه المرة في وجهة نظره التي تطرق إليها. مبسوطة سامي، أول مرة نتفق. مبسوط الحمد لله بعد ثلاث سنين. احنا كده في مأزق يا أستاذ يوسف، تفضل. تفضل يا فندم. الحقيقة يا أستاذ أحمد تأصيل المسألة، تأصيل العلم للمسألة، إنه يعني حجم التعدي على نقابة الصحفيين في أخطاء عند النقيب، في أخطاء عند النقيب مفيش كلام، ويمكن معالجة الأزمة خطأ من مجلس النقابة مفيش كلام، لكن يعني موقف الداخلية اللي كلنا بنقدره وكلنا بنسانده من الأول، وبالمناسبة عايز أقول إن عزائنا لشعب مصر ووزارة الداخلية في شهدائنا الجدد النهارده، لكن حجم التعدي الصارخ من نقاب من جانب وزاره الداخليه على مبنى النقابه بما يمثله من قيمه معنويه، يعني بما يمثله من حسن لاصحاب الفكر الصحفي، شغلتي بطبيعتي اني انتقد الحكومه وصولا حتى الى اعلى مؤسسات. لكن سيد يوسف حضرتك بدات هذه المداخله. سيد يوسف، من الذي يحميني في حاله هذا الخلاف؟ صحيح، جميل، عفوا للمقاطعه. بدات هذه المداخله وقلت انك تتفق مع ما ذكره الاستاذ سامي كمال الدين، هل تتفق معه ايضا فيما ذكره ان الامن، ان جهات مخابراتيه هي وراء اجتماع اليوم داخل
الأهرام وهي تعمل على تقسيم الصحفيين، هل تتفق معه في هذه المسألة؟ يا سيدي يؤسفني، يعني يؤسفني الحقيقة، أنا بشعر بالأسف وبالألم، وأنا أقول هذا يعني كمواطن مصري وكصاحب ألم يهم أن بلد تبقى أحسن بلد في الدنيا. نعم يا سيدي، تاريخ الداخلية مليء بمثل هذه التصرفات في ملف الأحزاب السياسية بالذات. كل ما رئيس حزب سياسي يجي ياخد موقف على طول جمعيه عموميه وانشقاق ويسقط الرئيس ويقعد رئيس جديد. فده كلام احنا كلنا عارفينه، كلام مش جديد. لكن الامر اذا تعلق بنقابة الصحفيين كنت اتمنى ان الامور تاخد منحى فكري ارقى من كده بكتير. تمام. لانه من حق النقيب انه يدافع عن نقابته عن اعضائه. الامور كانت ممكن تمشي في مستوى اكثر تحضرا بكثير من المستويات المتدنيه اللي احنا شفناها في هذا الملف. ابقى معي سيد يوسف، ساعود اليك مره اخرى، لكن ارحب مجددا بالكاتب الصحفي محمد منير. سيد منير، هل تعتقد ان النظام في مصر نجح بالفعل في ابطال غضبه الصحفيين، سواء بالضغط عليهم لتاجيل الجمعيه العموميه اسبوع، وأيضا اليوم بإنشاء وتدشين جبهة جديدة تصحيح المسار، تقول أن ما يحدث داخل نقابة مجلس نقابة الصحفيين هي ديكتاتورية وخطف للنقابة، أم ماذا؟ يا سيدي أنا أختلف معكم أنتم الثلاثة بقى. أنا لست طرف، أنا أطرح عفوا، ممكن تختلف مع الضيفين الكريمين لكن أنا مش طرف، أنا فقط أطرح أسئلة مع على حضرتك. تفضل. خلاص أنا آسف. لا بلاش أنت، اختلف معي أنا موافق. الموضوع إن لا في انقسام في الجماعة الصحفية ولا شيء، وأن مثل هذه المجموعات هي مجموعات موجودة في تشكيلة نقابة الصحفيين منذ عشرات السنين، وهي مجموعات السلطة كانت تتقلص وتتمدد بحجم قوة السلطة وقدرتها على مد إيديها داخل النقابة. ومعروف أن دائما في هناك صحفيين السلطة، ومعروف أن هناك إعلاميين انتهازيين، وكان لهم دور أكثر من مرة، وكان لهم دور في أثناء مقاصد لحظات سياسية ومواقف سياسية معينة. تمام. ده شيء بحاصل طول الوقت. بس حضرتك للأسف يعني في البداية قلت إن ما فيش انقسام يا أستاذ منير، لكن الحقيقة أنا يعني أو الواقع اليوم في الأهرام يقول عكس ذلك. إحنا أمام خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين حضروا هذا الاجتماع. أنا عاوز أكمل معاك وأقول لك إيه بس تحليلة الخمسة وإيه فضل. الموضوع سريعا لو سمحت. تفضل. الموضوع ببساطة شديدة، أولا يعني بس أنا عاوز صحح لك معلومة، أن الأستاذ حازم زكريا تراجع استقالته، وكنت متوقع هذا من اللحظة الأولى. تراجع ده يعني كلام يعني معلومة رسمية، يعني أن هو تراجع في استقالتي؟ تراجع في استقالته وقال إن أنا كنت بلوح بالاستقالة. طيب احنا هنحاول نتواصل معاه. انا كنت متوقع ذلك. تمام اتفضل. طيب. لأن الخمسة دول هم الخمسة اللي تعبير عن جزء من الدنيا الجمعية العمومية البوانية للسلطة اللي زادت في 20 سنة اللي فاتت نتيجة إن كان في محاولة إقحام عدد من الصحفيين المواليين للسلطة بكتلة تصويتية. تعالى نحسبهم واحد واحد. الخمسة بسرعة وفي دقيقتين. حاتم زكريا كان كل عضويته في النقابة من أجل بقاء اتحاد الصحفيين العرب باستفادات ما. وكان مدعوما من مجموعة الأخبار ومجموعة السلطة في الأخبار وياسر رزق وهذه المجموعة. محمد شبانة يعني بحق هو رجل كل السلطات. محمد شبانة كان رجل زمان مبارك. محمد شبانة عندما تولى محمد مرسي الحكم اشترك في معقلات الشعب وأطلق لحيته وأصبح الشيخ محمد شبانة. صحيح. يعني بعيدا عن شخصنة الأمور يا سيد منير، أنا أيضا من الممكن أن يأتي ويقول على حضرتك نفس الكلام يعني. أنت بتقول لي خمسة وأنا بحلل لك الخمسة. بحللك الخمسة مين دول؟ يعني هم لا يعبروا عن شيء. هم لا يعبروا عن شيء في النقابة. نتكلم في الموضوع بقى. اتفضل. موقف النقابة مستمر. هؤلاء إذا استقالوا فنحن نرحب باستقالتهم وإعادة الانتخابات مرة أخرى، وأتمنى أن يستقيلوا لنعيد الانتخابات مرة أخرى بجمعية عمومية حقيقية، ولكن هم لم يستقيلوا وهذا تلويح فقط. وحاتم زكريا لم يستقيل، واجتماع الأهرام كان عدده لا يزيد عن 400 واحد لا يمثلوا 2% من الذين حضروا. طيب. يوم الاثنين الماضي. طيب استاذ منير، استاذ سامي ابقى مع استاذ منير، لكن استاذ سامي هل تعتقد ان مستقبل الصراع الحالي او الاشكاليه الحاليه بين مجلس نقابه الصحفيين وبين الدوله
لمن سينتصر في النهاية؟ الرئيس لن يعتذر، والبعض يقول أن الرئيس خط أحمر، حتى أعضاء داخل نقابة الصحفيين يقولون أن الرئيس خط أحمر، وزير الداخلية لن يستقيل بشكل أو بآخر. من الواضح أن النظام فرض سطوته وقوته في هذه المعركة ونجح حتى هذه اللحظة. إذا يعني إذا هزمت نقابة الصحفيين في هذه المعركة فإن العار سوف يكلل كل أعضاء النقابة طوال التاريخ. يعني في كل النقابات لها مواقف، لكن نقابة الصحفيين منذ أنشئت لها مواقف ثابتة ضد الحكم في مصر. إذا انهزمت النقابة في هذا الأمر خلاص نجيب المخلوع حسني مبارك ونجيب إبراهيم نافع يمسك النقابة ويمسك الأهرام، لأن إبراهيم نافع في موقفه في القانون 93 لسنة 95 كان أكثر شراسة وأكثر احتراما للنقابة ولدور وقيمة الصحفي. خليني أشكر بس الأستاذ محمد يوسف المصري، لأن أنا وهو أبناء مؤسسة واحدة وهي مؤسسة الأهرام التي نشرف بالانتماء إليها، ولم نكن لنتمنى أن يحدث ما حدث في مؤسسة الأهرام من اجتماع يعني وكأن عصابة جاءت تجتمع، عصابة ترأسها أحمد موسى وخالد صلاح، عصابة أمنية وديرها عباس كامل لإفساد نقابة الصحفيين وإفساد الدور الحقيقي للصحافة المصرية. الصحافة المصرية طول عمرها كانت الحصن ضد الفساد. طيب. اللي بيحصل من الدولة نعم في تدجين في مجموعة من الصحفيين بتوع النظام، بس لازم نفرق بين شباب الصحفيين المحترمين ومجلس النقابة المحترم وبين الصحفيين زي خالد صلاح وخير رمضان وأحمد موسى واللي هلهب دول. سامي كمال الدين أشكرك شكرا جزيلا، وإن كنت ستواصل معنا للفقرة القادمة. وأشكر أيضا ضيفي عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي محمد يوسف المصري وكذلك الكاتب الصحفي محمد منير. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم وبعد الفاصل. نشطاء وسياسيون ينتقدون اعتقال أحد أعضاء فرقة أطفال شوارع، وذلك بعد نشر أغاني تنتقد السيسي.